اليوم الأخير من منتدى شباب العالم، ربما اليوم هو الأهم لتخريج هذه الدفعة من EPLP، وهو الأهم في تمكين وبالطبع يعني إعطاء الفرصة للشباب لصنع القرار واختيار التوصيات الخاصة بهم. معنا الآن ضيفتي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تحدثنا عن فعاليات هذا اليوم. دكتورة رانيا، برحب بحضرتك يا فندم. عايزين فندم نتكلم عن رؤية حضرتك بقى لوجود هؤلاء الشباب والوفود الأجنبية هنا في مصر، كيف ربما يعني كيف يصبح ذلك دافعا لهم فيما بعد؟ الأول طبعا عايز أقول إن احنا سعداء إنه النسخة الرابعة بتتكرر هنا في شرم الشيخ، ويمكن السمة المرة دي في منتدى شباب العالم إنه الموضوعات العالمية اللي بنشوفها على الساحة ما بعد كورونا، التعافي، قضايا المناخ كلها، وطبعا ريادة الأعمال بتناقش مش بس من خلال شباب مصري ولكن أيضا من خلال شباب من حوالين العالم. انت ذكرت برنامج الاكزيكتيف بريزيدنشال ليدرشيب بروجرام او الاي بي ال بي، وهنا عايز اقول ان دي تجربه مصريه رائعه جدا. انا في الوزارتين اللي شرفت بيهم، سواء كانت وزاره السياحه او دلوقتي وزاره التعاون الدولي، شباب معاونين وزراء، مساعدين وزراء، خريجي برنامج البي ال بي ليهم دور فاعل جدا في الوزارات وبنعتمد عليهم بشكل كبير. فالحقيقه الدفعه اللي بتتخرج النهارده بنتمنى لها التوفيق، ومتاكدين ان مساهمتهم هتبقى اكيد مساهمه واضافه كبيره جدا للجهاز الاداري للدوله. يمكن كمان يا فندم وجود الوفود الاجنبيه كان ليهم دور خاص، خصوصا ان هم شافوا انه ممكن نطلع فعلا بتوصيات من الشباب مباشره مع القيادات السياسيه. شايف ده حضرتك ازاي؟ طبعا يعني احنا يمكن كثير جدا من اللي احنا بنشوفه النهارده بيتنفذ، وطبعا فخامه الرئيس ابرز ده امبارح، سواء كان مشروع حياه كريمه او حتى كان فكره المنتدى. بنلاقي شباب دؤوب جدا على يعني يكتب توصيات، يناقش موضوعات، اطلاع على اخر التطورات والمستجدات. فالنهارده ان شاء الله متطلعين نشوف يعني اهم ما سيتم التوصيه به علشان نبدا على طول بالتنفيذ. اخيرا يا فندم، يمكن المنتدى ساب اصداء عالميه ورؤساء الدول بالفعل اتكلموا عن المنتدى، كمان اكيد ده ليه دور مهم جدا وتاثير ايجابي على مصر. بالتاكيد، ويعني الجائحه اظهرت انه الشباب بالتحديد في الفتره الجايه على قد ما في مخاطر او ضغوط بتحيط بيهم، ولكن ايضا هم فرصه كبيره جدا لاي اقتصاد ان هو يتقدم. ودي يمكن الرسائل اللي شفناها من المشاركين من رؤساء الدول ورؤساء الوزارات المختلفه اللي شاركوا. واعتقد ان الكل سعيد انه يعني حتى الكلمه السائده في المنتدى باك توجذر، فالكل راجع تاني يعمل يعني ككوكبه واحده يعني التصدي للتحديات، وان شاء الله نمشي ونتقدم بالرغم من اي تحدي خاص بالجائحه. شكرا جزيلا دكتورة رانيا المشاط على هذه المعلومات الوفية. يعني ربما كما شاهدنا هو الأهم دائما هو دعم الشباب وتمكينهم، ولكن أيضا المهم هو الإشادات التي لقاها منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة من رؤساء الدول المختلفة، وهو بالطبع ما يحث بعد ذلك على زيادة التعاون الدولي وزيادة الاستثمارات هنا في مصر والتعاون بين الشباب المصريين والشباب الأجانب.